ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من دمشق مفوض الإخبارية السورية ربيع ديبا. ربيع، مساء الخير. مساء الخير رانيا. يعني حتى هذه اللحظة معلومات لم تؤكدها الدولة السورية والحكومة السورية عما جرى فعليا في وادي بردة، ما صحة المعلومات التي تتحدث عن خروقات تمت وهناك عمليات تتحدث عن فشل ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأخيرة؟ يعني بداية بعد الظهيرة اليوم وبحدود الساعة 6 مساء كان هناك عمل إرهابي باغتيال اللواء المتقاعد أحمد الغضبان حسب مصادر متقاطعة طبعا، وكنا قريبين من الموقع في وادي بردة عندما قام الإرهابيون بتوجيه رصاصتي عبر قناصة للواء أحمد غضبان وهو ممثل المصالحة في وادي بردة وهو ابن بادي وادي بردة والذي كان يسعى ل يعني تسوية الأوضاع وإعادة المياه إلى مجاريها، وكان هو من الوفد المفاوض والذي كان يدخل إلى وادي بردة للتفاوض مع المسلحين وقادة المسلحين. يبدو أن بعد دخول يعني ورشات الإصلاح مساء أمس وبدء تفعيل الاتفاقية التي تتعلق بالتسوية وإصلاح نبع الفيجة التي تضرر بفعل الأعمال المسلحة، أحد الفصائل المسلحة لم يرضى بهذه الاتفاقية وكان قد بيت نية الغدر وقام عبر أحد القناصين المتمركزين في المنطقة بتوجيه رصاصتي القناص لتعطيل عملية والمصالحة التي كانت قد اندفعت خلال اليومين الأخيرين عبر دخول ورشات الإصلاح ورفع العلم السوري في فوق نبع الفيجة، وأيضا يعني بدأ عملية تسوية أوضاع أكثر من 1200 مسلح. فبعد ذلك على الفور بدأت يعني الحديث عن موضوع التعطيل من قبل أحد الفصائل المسلحة. طبعا للعلم رانيا أن ليس جميع الفصائل المسلحة هي بخانة واحدة، هناك صحيح. فصائل قامت بتسوية أوضاعها، وبالمعظم أتحدث هنا، هناك فصائل كانت جدية في عملية تسوية الأوضاع و1200 شخص هم من قاموا بتسوية أوضاعهم خلال الأربعة أيام الأخيرة، وهناك فصائل هي من رافقت ورشات الإصلاح التابعة لوزارة الموارد المائية ولوزارة الكهرباء ولمحافظة ريف دمشق، رافقتهم إلى نبع عين الفيجة، وكانت الأمور يعني في عند الساعة 6 تماما كانت الأمور تتجه إلى إنهاء عملية الإصلاح المبدئي وفتح المياه باتجاه دمشق. عندها يعني أحد الفصائل كانت كما قلت لك طيب، وهذا الخرق إلى أي حد نعتبر يعني ربيع، ونحن نتحدث ولا نعرف حتى هذه اللحظة بيان الدولة السورية حول ما جرى، إلى أي حد نعتبر بأن ما جرى هو محاولة طرف ثالث لمنع هذا الاتفاق من أن يتم حتى خطوطه النهائية كما يتم الاتفاق عليها، وإلى أي حد نعتبر بأنهم استطاعوا إلى حد ما تهديد هذه الهدنة بالفشل؟ يعني دائما رانيا إذا تحدثنا عن الأسبوعين الأخيرين في سلسلة الحديث عن المفاوضات كان هناك طرف ثالث، هذا الطرف صحيح. هو من المجموعات المسلحة، يعني أكثر من 27 فصيل مسلح هو موجود في وادي بردة، كان هناك يخرج أحد الفصائل والذي يبيد نية الغدر للفصائل المسلحة الأخرى التي وافقت وأيضا للجيش العربي السوري أو لممثلي وفد المصالحة. وكانت الأيام يعني قبل يومين أيضا تعرضت إحدى السيارات التابعة لوفد المصالحة داخل وادي بردة عندما دخلت لاستهداف من قبل الفصائل المسلحة، وفي كل مرة تستشعر تلك يعني أحد هذه الفصائل يستشعر أن عملية المصالحة والتسوية قد وصلت إلى خواتيمها دائما ما تخلق العرقلة من جديد، لكن الدولة السورية والجيش العربي السوري على وعي بهذا الموضوع وكان يعطي فرصة أخرى لعملية المصالحة ولدفع عملية المصالحة. لكن اليوم بعد أن يعني تم استهداف اللواء أحمد الغضبان المتقاعد يعني وهو من أهالي بردة وهو يعتبر من صحيح. أهم وجهاء أهالي بردة، وهو له طرف أساسي بعملية المصالحة صحيح؟ نعم، هو له طرف أساسي في عملية المصالحة وما جرى، هو له دور كبير جدا كونه أحد الوجهاء بين أهالي وادي بردة ويمون على الفصائل المسلحة من أهالي بردة السوريين هنا أتحدث، والذين كان يعني اللواء غطان كان قد هو من كفل قدوم
1200 شخص الذين قاموا بتسوية أوضاعهم بالتعاون مع الجهات المعنية والضمانات التي قدمت من الجيش العربي السوري لإنجاح هذه العملية. وهو من تحدث باسم الجيش العربي السوري داخل وادي بردة واسم الحكومة السورية بأن كل الضمانات متاحة، وهو من ساعد حقيقة مع الجهات الأخرى أيضا من الوجهاء على إنجاح هذه المصالحة، ولذلك كان هو هدف لأحد هذه الفصائل. وللعلم رانيا أن يعني هو من اغتال اللواء يعلم تماما أهمية هذا الرجل في عملية المصالحة، ويعلم أنه من أهل وادي بردة، فلذلك قام باستهدافه لتعطيل عملية المصالحة من جديد. طيب بكل الأحوال يعني نتحدث عن معلومات ليست مؤكدة حتى هذه اللحظة، لكن يعني نبقى ونقول هناك فعلا طرف ثالث يسعى لإفشال هذه الهدنة وهذه الاتفاقات. ربيع، للتذكير فقط لو سمحت عن خطوط هذا الاتفاق وما جرى حتى قبل الساعة السادسة من جراء هذا الحادث. كانت هي تسوية شملت 1200 مسلح، نتحدث عن عدد القرى التي دخلت هذه المصالحة، نتحدث عن المعلومات التي تم الحديث والاتفاق عليها قبل حصول ما جرى عند الساعة السادسة من مساء هذا اليوم لو سمحت. ابتداء من أول أمس بدأ الحديث الجدي عن موضوع الاتفاق بعد موافقة جميع الفصائل المسلحة الموجودة. كان هناك بعض التعطيلات من الغرباء عن وادي بردة، قام الضغط الشعبي والأهالي وأيضا المسلحين بالضغط على هؤلاء الغرباء لتنفيذ الاتفاق. نص الاتفاق كان ينص أولا على دخول ورشات الإصلاح إلى عين الفيجة ورفع العلم السوري كبادرة حسن نية، وبالفعل رفع العلم السوري من قبل المسلحين فوق نبع عين الفيجة. بعد ذلك دخلت الورشات، وهذا كان البند الثاني، والبدء بعملية الإصلاح. جريان المياه سيقود إلى عملية تسوية ثانية ومرحلة ثانية من التسوية، إضافة وبالتزامن مع ذلك عملية تسوية 1200 شخص، وأيضا خروج من يرغب من الأهالي إلى المناطق يعني التي هي تحت سيطرة الدولة السورية، وقد خرج العشرات، وتسوية 1200 شخص. بعد ذلك كان البند الثالث تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مرحلة لاحقة بعد إصلاح عين النبأ وجريان المياه إلى دمشق، تسليم السلاح المتوسط والثقيل، ومن ثم لمن يرغب بالذهاب إلى إدلب من مسلحي جبهة النصرة فسيكون هذا كبند لاحق وأخير للعملية، وبعدها يتم دخول الدولة السورية أصلا بعض القرى. وتسبيقا على الاتفاق وكبادرة حسن نية أيضا رفعت العلم السوري قبل بدء تنفيذ الاتفاق كبادرة حسن نية منها، وذلك تأتى عبر الضغط الشعبي وأهالي بردة الذين أرادوا رفع العلم السوري فوق بعض القرى. وأنا أتحدث هنا عن الخمس قرى الأولى ومن ثم انضمت الخمس قرى الأخيرة، لكن كما قلت لك كان هناك بعض التبييت ونية الغدر من قبل يعني أحد الفصائل الذي قام بهذا العمل. طيب أشكرك ربيع ديبة موفد الإخبارية السورية إلى وادي بردة على هذه المعلومات وهذه الإحاطة، وكل الرحمة للواء أحمد الغضبان وكل من سقط شهيدا في هذا الوطن. شكرا جزيلا لك ربيع ديبة، والرحمة لشهداء سوريا. شكرا.